على إثر شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحس خليفة، مفادها تعرض عتاد أشغال للسرقة تابع لشركة مكلفة بإنجاز أنبوب الغاز بمنطقة بوكسي سيعة، وبالتنسيق مع أفراد السارية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالواد العاملين بسد ثابت على مستوى التاريخ الوطني رقم 16، تم توقيف سيارة نفعية على متنها 3 أشخاص سائقها مبحوث عنه ينتحل اسم أخيه للإفلات من المصالح الأمنية. بعد تفتيش المركبة تم العثور على العتاد المسروق المتمثل في آلة ضغط الهواء كومبريسور حجم كبير مع كوابل كهربائية. القيمة الإجمالية للمسروقات تقدر ب 436 مليون سنتيم مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة والأدوات المتمثلة في قاطع حديدي ومنشارين يدويين. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحس خليفة فتحت تحقيق في القضية، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.